تحية مليئة بالمحبة لكم مشاهدينا الأحبة، نتواصل معكم في آخر متابعة من متابعات الليلة من برنامجكم من عمان، والحديث عن حملة أطلقتها مؤخرا هيئة تنظيم الاتصالات تحت عنوان من حقك تعرف. تفاصيل هذه الحملة نقترب أيضا منها من خلال ضيفنا الكريم. نرحب باسمكم مشاهدينا بسامي بن سليم الحراسي، مدير شؤون المنتفعين بهيئة تنظيم الاتصالات. مساكم الله بالخير أخي سامي، حياك الله في برنامج من عمان. مساء النور وأهلا بكم، سعيدين بتواجدنا معكم. الله يخليك، نحن أسعد. نبدأ نتعرف على حملة من حقك تعرف، إيش هذه الحملة وإيش أهم أهدافها المختلفة؟ بطبيعة الحال طبعا هيئة تنظيم الاتصالات وتحديدا الإدارة العليا بالهيئة، هناك عمل دؤوب على رفع جودة الخدمات الاتصالات المقدمة من خلال طبعا هناك على من خلال التحول الرقمي الشامل، وايضا اصدار العديد من اللوائح والتشريعات في هذا الجانب، بالاضافه الى اخيرا رفع كفاءه جوده الخدمات او كفاءه الشبكات في المناطق. وياتي استكمالا لهذا الدور من خلال اطلاق حمله بعنوان من حقك تعرف، اطلقتها هيئه تنظيم الاتصالات طبعا مع الشركاء في القطاع شركات الاتصالات، ساهمت ايضا في هذه الحمله مشكوره. وكانت الحملة انطلقت في الربع الأخير من عام 2022 بمجموعة من الرسائل التوعوية. طبعا هذه الرسائل التوعوية هي استنبطت من لائحة تنظيم حقوق المنتفعين التي صدرت مؤخرا في سبتمبر من العام الفائت، وطبعا ستطبق في هذا الشهر تحديدا بعد ما يتم توفيق أوضاع شركات الاتصالات. طبعا حملة من حقك تعرف تهدف إلى حماية حقوق المنتفعين من خلال تثقيفهم وتوعيتهم وأيضا التزامهم اتجاه شركات الاتصالات. جميل، يعني في مشهد آخر أيضا دشنت الهيئة منصة أخرى تعنى بالباقات، اختر باقتك، نتعرف على هذه المنصة. بالطبع هناك استكمالا لهذه الحملة طبعا احنا في هذا الأسبوع ندشن منصة اختر باقتك. منصة اختر باقتك هي منصة تتيح للمنتفع باختيار الباقة اللي تناسبه حسب الاحتياج، وذلك في سوق الهاتف المتنقل. طبعا يمكن للمنتفع تحديد احتياجه من البيانات او من بيانات الصوت واختيار الباقة المناسبة له. فكرة هذه المنصة تأتي بتجميع جميع الباقات من التي تقدمها شركات الاتصالات في سوق الهاتف المتنقل في مكان واحد. وبالطبع هي هذه المنصة هناك تحديث مستمر ومباشر عليها من في حال إصدار أي باقة جديدة. نعم، يعني من الجيد في هذا الإطار كما نعلم سامي بأنه الهيئة أيضا أصدرت لائحة تنظيم حقوق المنتفعين في سبتمبر الماضي، وهناك مهلة بالنسبة للشركات 6 شهور تقريبا. لو نتحدث عن هذه اللائحة، أبرز المواد اللي راح تساهم في حماية حقوق المنتفعين. طبعا اللائحة مثل ما أشرت سابقا صدرت في سبتمبر، وكانت هناك مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، وبالتالي 6 أشهر ستنقضي بعد أسبوع تقريبا. وستكون اللائحة نافذة بإذن الله. طبعا هذه اللائحة تهم المنتفعين بشكل مباشر، صحيح، وأيضا التزامهم اتجاه شركات الاتصالات. اللائحة تناولت 11 بابا مقسمة على 75 مادة، تناولت التجوال الدولي والفوترة، وأيضا فيما يتعلق ب سرية البيانات، وأيضا هناك باب خصص لحماية الأطفال من المستخدمين للاتصالات. طبعا لائحة حقوق المنتفعين مثل ما أشرت ستكون إن شاء الله نافذة بعد أسبوع، وبالتالي هناك العديد من المواد أو العديد من الالتزامات التي يجب على شركات الاتصالات أن تلتزم بها اتجاه المنتفعين، كما هناك أيضا بعض الحقوق التي تهم المنتفعين الكرام في هذا الجانب. يعني كونك ترأس شؤون المنتفعين سامي، نود أن نتعرف على أبرز الشكاوي التي وردتكم خلال عام 2022. هل هناك إحصائيات أيضا موجودة لديكم توضح يعني ماهية هذه الشكاوي، عددها إلى آخره من هذه التفاصيل؟ نعم، طبعا شكاوي المنتفعين مستمرة تجاه شركات الاتصالات. نحن كهيئة تنظيم الاتصالات
نستقبل الشكاوي أو التظلمات التي تصاعد لدينا من قبل المنتفعين في حال لم يتم حلها من قبل شركات الاتصالات. نحن كهيئة تنظيم الاتصالات تحديدا في دائرة شؤون المنتفعين استقبلنا تقريبا في العام 2022 ما يقارب 1500 شكوى، وتم إصدار قرارات بذلك، منها كانت هناك قرارات تسوية وأيضا إلزام للشركة، وهناك أيضا قرارات بصحة إجراءات الشركة. تقريبا مجمل الاستفسارات التي تم استلامها في العام 2022 كانت 40,000 استفسار على مختلف القنوات التي تستقبل فيها الهيئة الاستفسارات والشكاوي، منها مركز الاتصال والقدوم إلى الهيئة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. تقريبا هذول 40,000 استفسار، يعني منهم 19,000 كانت في مركز الاتصالات مكالمة، وبنسبة انتظار المكالمات بلغت 22 ثانية فقط. ممتاز، يعني نعم. هناك عمل دؤوب وحركة متواصلة، وشباب عمانيين أيضا يعني في هذه المواقع من الهيئة كما نعلم. نتحدث أيضا عن اختر باقتك، كيف الوصول إلى هذه المنصة راح يكون؟ طبعا الوصول سهل جدا، هو من خلال الذهاب إلى موقع هيئة تنظيم الاتصالات tra.gov.com والذهاب إلى شريط الأدوات، ستجد هناك بإمكانك اختيار منصة اختر باقتك، وهناك مطلوب تعبئة بيانات بسيطة فقط من خلال تحديد احتياجك الفعلي، ومن ثم ستقوم المنصة بدورها باستعراض جميع الباقات المتاحة في سوق الهاتف المتنقل الموجود في السلطنة، وبإمكانك اختيار الباقة المناسبة لك. جميل، من حقك تعرف أيضا عنوان الحملة التي دشنت مؤخرا، هل راح يكون لها فترة زمنية معينة ثم تنتقلون إلى حملة أخرى هي متواصلة؟ نعم، الحملة بطبيعة الحال هي مستمرة، ودائما ما كان هناك توعية للمنتفعين نحن أيضا مستمرون في هذا الجانب، وهو التزام وواجب أيضا على هيئة تنظيم الاتصالات. الحملة طبعا حاليا ركزت على مواد لائحة شؤون المنتفعين، وأيضا على ما يستجد في هذا الجانب من خلال توعية المنتفعين في بعض الجوانب، مثل الرسالة الأخيرة التي أطلقتها الهيئة قبل أسبوعين بالتعاون مع شركات الاتصالات كانت بعنوان الاحتيال الإلكتروني. كما نعلم اليوم طرق الاحتيال متعددة ومختلفة، وبالتالي الهيئة وجدت الوقت المناسب لإطلاق رسالة أو توعوية فيما يتعلق بالاحتيال الإلكتروني، ونحن بدورنا هنا نوجه رسالة للمشاهدين الكرام بتجنب الوقوع في مثل هذه الأمور. نعم، كل التوفيق لكم، شاكرين لكم وجودكم الليلة في برنامج من عمان، مثمنين منكم أيضا هذا الحرص على المنتفعين من خلال حملات ومنصات كثيرة تقدمها الهيئة في هذا السياق. شكرا سامي بن سليم الحراسي، مدير شؤون المنتفعين بهيئة تنظيم الاتصالات، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، وشاكر لكم هذه الاستضافة. وعمان تستحق منا العمل والكثير من الإخلاص والتفاني، دائما نقول في من عمان أيضا التحية كلها لكل من يقدم عطاء في هذا الوطن من خلال أيضا مختلف المواقع والميادين. وصلنا بكم إلى ختام حلقة الليل من برنامجكم من عمان، تقبلوا منا أجمل التحايا، وهذه تحية المخرج عبد الله العمري، إلى اللقاء.